بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجزء الثاني من محاضرة الأنتيكواجولانت، أنتيكواجولانت بارت 2. معاكم إن شاء الله الدكتورة نهى عباس، أسيستنت بروفيسور، أستاذ مساعد فارماكولوجي، كلينيكال فارماكولوجي في جامعة الزقازيق كلية الطب. وهنقول إن شاء الله الجزء الثاني من المحاضرة اللي احنا قلنا الجزء الأولاني منها. المحاضرة دي مخصصة لجريد 1 ميديكال ستودنت. ليه احنا بنقول كده؟ لان الدكاترتنا بتاعت البوست اللي هيسمعوها هيحتاجوا معلومات اكسترا شوية، فالمحاضرة دي معمولة لطلبة جريد 1 ميديكال ستودنت. السلايد شو ده معمول انا اللي عاملاه ان شاء الله، ومعايا الستاف ممبر بتاع الكلينيكال فارماكولوجي، شكرا ليهم انهم شاركوني في اعداد بعض السلايدز الموجوده هنا في المحاضره. دلوقتي دي الاي ال اوز الانتندد ليرنينج اوت كمز اللي المفروض نطلع بيها من المحاضره، واللي احنا اتفقنا ان احنا بنحطها اول سلايد وبنقولها تاني في اخر سلايد عشان نشوف ان شاء الله حققنا منها ايه. الرسمة دي بتتكلم عن التارجت فور انتيكواجولانت. التارجت فور انتيكواجولانت الرسمة دي احنا قلناها في المحاضرة اللي فاتت، دي كانت بتلخص لي كل الدراجز اللي بتشتغل كانتيكواجولانت. ما ننساش حاجة مهمة قوي، ان الانتيكواجولانت زي ما اتفقنا من المرة اللي فاتت ان انا عشان اوقف البلد ثرومبوزس او البلد كواجوليشن ممكن اشتغل على ثلاث سكك. السكة الاولانية هي الانتي بليتلت، والسكه الثانيه هي الانتيكواجولانت اللي هي الكواجوليشن فاكتور، والسكه الثالثه الفايبرينوليتيك ان انا اكسر الفايبرين ده اخلي الثرومبس ما تبقاش ثابته، بل بالعكس كمان لو هي في اولها ممكن اشيلها خالص. طيب الانتيكواجولانت بقى اللي هي بتضرب لي الكلوتنج فاكتور، كنا اتكلمنا من المره اللي فاتت ان انا يهم همنع الاكشن بتاعها الكاسكيد او السيريس اوف اكتيفيشن ده، اضربه اخليه مش اكتيفيتد بعضه عن طريق بعض النقط المهمه، وقلنا الكومن باسوي هو العشرة واثنين، او ان انا امنع التصنيع. الرسمه دي بتلخص لي كله، احنا خدنا الهيبارين هاي ولو مولكيولار ويت، خدنا الدايركت ثرومبين انهبيتور هو فاكتور 2 دايركت فاكتور 2 انهبيتور، وخدنا الفاكتور 10 انهبيتور، الحاجات السبيسيفيك الفاكتور 10 زي الفوندابرينوكس لو فاكرين، زي الهاي اللو مولكيولار ويت هيبارين، وخدنا، وان شاء الله هنتكلم دلوقتي بقى عن الفيتامين كي انتاجونست اللي هي الحاجات اللي بتمنع التصنيع بتاع الكلوتينج فاكتور. طيب عايزه اقول حاجه، لو جه سؤال في الجزء ده يجي فيتامين كي انتاجونست او يجي اورال انتي كواجولانت، فاكرين المره اللي فاتت كان كل اللي قلناه كان بالانجكتابل ما عدا واحد بس سبيسيفيك فاكتور 10 اورال الجديد اللي هو الزاليرتو او الريفاروكسي باند، ده الاسم العلمي بتاعه، الزاليرتو ده اسمه في السوق. هنا هذه المجموعة كلها أورال أنتي كواجولانت بتتاخد أورال، أو بنسميها فيتامين كي أنتاجونست لأن الميكانيزم أوف أكشن بتاعها عن طريق الأنتاجونيزم أوف فيتامين كي، وهنقول الكلام ده. في مصطلح تاني ممكن تسمعوه في الحياة، هو ما يهمنيش قوي في الموديول ده، لكن ممكن تقابله وانت بتقرا وبتوسع مداركك، بتفتح الريفرنس بتاعتنا وتسمع، هتلاقي حاجة اسمها بلاد ثينينج دراجز. بلاد ثيننج سن جاي من رفيع ثين، فبلاد ثيننج دراجز اللي هي يعني الادويه اللي بترفع الدرج، مفيش حاجه اسمها بترفعه طبعا، دي هي الادويه اللي بتضاد الكواجوليشن، فالبلاد ثيننج دراجز هم الانتي كواجولانت. طيب بنتكلم عن اول حاجه بقى في الاورال انتي كواجولانت او الفيتامين كي انتاجونست هو اسمه الوارفرين. هتلاقي نفسك زي ما قلنا المره اللي فاتت انك سمعت الوارفرين ده في حتت كتيره جدا، سمعته مع الاسبرين في النون ستيرويدال سمعنا كتير، سمعناه في الجنرال في جزء الجنرال في البلازما بروتين باوندنج في الانزيم اندكشن وانزيم انهبيشن، سمعناه كتير مش اول مره نسمعه، لكن ان شاء الله انت اول مره هتسمعه بالتفصيل. طيب ايه الوارفرين ده بقى؟ ده الدواء بيشتغل فيتامين كي انتاجونست. ايه هو الوارفرين ده بقى؟ اول حاجه السورس بتاعه كان في البدايه بلانت اورجن، يعني احنا اول ما اكتشفناه في النبات، بعد كده بدانا نصنعه سينثيتك في المصانع. الكيمستري بتاعته كومارين ديريفاتيف، مش يعني اللي يهمني ان تبقى عارف ان هو بلانت اورجن، لو سمعت احيانا بيسموها الكومارين دراجز، فالكومارين دراج ده اللي هو الوارفرين. يعني شايف الصوره
الصورة دي انت على فكرة ممكن تكون صادفت بعد الشر طبعا، او شفت اللي حواليك بيستخدموها. ده دواء في السوق، هما الثلاث الوان دول، البينك والبلو ده، اللايت بلو ده، واللون زي البني شوية كده. ده تركيزات مختلفة من الدواء، ده 5 مللي جرام وده 2 وده 1، بحيث ان انت هتاخد بعد كده لما نيجي نتكلم ان شاء الله هنقول الدوز بتاعته من 2 ل 10 مللي جرام ماكسيموم، ما تزيدش عن 10، بداية من 2 مللي جرام لحد 10 مللي جرام. طب اعملها ازاي؟ انا بدل ما يصنعوا دواء 2 و3 4 5 6 7 لحد 10 مللي جرام، فحلوها بالمعضلة دي. ده ال 5 مللي جرام، فلو العيان محتاج 4 انا ممكن اديله قرصين من ال 2 مللي جرام. طب محتاج 3 ممكن اخد 2 و1. طب محتاج 6 اخد ال5 ومعاها 1. طب محتاج 7 اخد ال5 ومعاها 2. طب محتاج 9 اخد ال5 واخد قرصين من ايه؟ من ال2. فاهمين؟ عشان الرينج عندي من 2 ل 4، فحطوا كده 2 و5 و1 موجودين في السوق، اعرف اعمل منهم تظبيطه بان انا اعالج الانسان اللي بياخد الوارفرين عشان الدوز بتاعته من 2 ل 10 مللي جرام. طيب ايه هي الفارماكوكاينيتيك بتاعته؟ اتفقنا ان اي دواء باخد الكيمستري، لو لو كيمستري تهمني، وبعدين الكاينيتيك، ابزوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم، اكسكريشن. ايه هي الابزوربشن؟ طبعا طالما هو اورال انتي كواجولانت، فبالتالي الاورال باي افيلابيلتي بتاعته كويسه جدا، فالباي افيلابيلتي بتاعته اورال 100% اورال، والابزوربد والباي افيلابيلتي بتاعته 100%. ديلايد اونست، بيشتغل الاونست بتاعه في الاكشن من 1 ل 2 دايز، ما بيشتغلش على طول. ليه؟ هناخد الميكانيزم اوف اكشن، ان هو بيمنع تصنيع اللي احنا اتفقنا عليها، تصنيع الكواجيوليشن فاكتور. طيب انت اول ما خدته انا عندي اوريدي ماشي في الدم كواجيوليشن فاكتور، هو هيروح على الليفر يمنع تصنيع الجديد. طب واللي اوريدي موجود هيفضل موجود لحد ما يتكسر، انا ما بشتغلش عليه، هو بيشتغل على التصنيع. فاللي موجود اكوردنج تو ذا لايف سبان بتاعته ممكن يوصل كمان لحد 5 ايام، يعني هو الانست اوف اكشن من 1 ل 2 دايز، الفول اكشن ممكن اوصله بعد 5 ل 7 ايام كمان. ده ليه؟ على ما يكون اللي كل اللي في البلاد اتكسر. طب والبلاد ده يعني ايه قصته؟ ما هو في الكلوتنج فاكتور الديوريشن اوف اكشن بتاعها مختلف، في فاكتور الديوريشن اوف اكشن بتاعه 3 ساعات في البلاد، في فاكتورز بتوصل ل 70 ساعه في البلاد، في فاكتورز اكتر من 70 ساعه. فبالتالي بدايه شغله من يوم الاثنين، اوصل للفول ثيرابي بتاعته بعد من 5 ل 7 ايام. المهم بس اهم حاجه انك تبقى عارف ان هو ديليد اونست اوف اكشن، لونج ديوريشن، التياف بتاعته طويله جدا، حاجه و60 ساعه، لونج ديوريشن اوف اكشن من 2 ل 3 ايام. الجرعه الواحده ممكن تفضل شغاله من 2 ل 3 ايام. شوف التياف بتاعته اهي 63 ساعه، التياف بتاعته 63 ساعه. عندي بقى الديستريبيوشن بتاعه، احنا خلصنا الابزوربشن والابزوربد اورال، الافيلابيلتي بتاعته 100%، يشتغل بعد يوم الاثنين، ولونج ديوريشن اوف اكشن. حلو قوي حته يشتغل بعد يوم الاثنين دي، عشان كده لما ببدا بيه واحد جاي لي في ثرومبوزس ما ببداش بيه، ببدا بالهيبارين وهو معاه، وبعد ما يوصل الشغل بتاعه واتاكد انه اشتغل ابتدي اوقف الهيبارين واكمل بيه. دي حاجه ليك تبقى عارفها بس يعني. المهم طيب الديستريبيوشن اللي هي البلازما بروتين باوندنج بتاعه، وبيخش فين من التيشوز؟ هاي بلازما بروتين باوندنج، هايلي باوندد للبلازما بروتين، 96% البلازما بروتين باوندنج بتاعه، والفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه قليل. دي ميزه وعيب. الميزه انه سمول فوليوم اوف ديستريبيوشن، مش هيخش التيشوز ويعمل لي ادفيرس افكت، انا عايزاه يشتغل في الدم وفي الليفر بس، ودي ميزه، بيخش الليفر طبعا. هاي بلازما بروتين باوندنج ده بتخلي الدواء ده له ادفيرس افكت كتيره جدا مع اي حاجه، هيبقى البلازما بروتين باوندنج بتاعها اعلى من ال 96%، وعندي في حاجات البلازما بروتين باوندنج بتاعها كتير اعلى من 96%. دي تعمل لي مشكله لما يكون كمان الدواء ده له ثيرابيوتيك اندكس، الدواء ده خطر، اي مينيمال تشينج في الجرعه او في الكونسنتريشن في الدم بيديني ماركت ادفيرس افكت. طيب لونج تي هاف بتاعته 63 ساعه، 36 hours، ده عشان كده بيديني لونج ديوريشن. شوفوا على ما يوصل للستيدي ستيت كونسنتريشن وابتدي اتاكد ان انا خلاص وصلت للفول انتي كواجلانت افكت، بالتالي هياخد وقت طويل. كروس البلاد برين بارير، بيعدي البلاسينتا وبيعدي الملك، والمشكلة الأكبر إن هو تيراتوجينيك، يبقى وانس حصلت أي مشكلة في الحمل أو العيانة كانت بتاخد الوارفرين واكتشفت في أي لحظة إنها حامل أو هي مخططة إنها تحمل، بوقف الوارفرين على طول وأقلب على الهبارين، لأن الهبارين مش تيراتوجينيك. يبقى ده بيعدي البلاسنتا، بيعدي البلاد برين بارير، دي مهمة جدا، واكسكريتد ان ميلك، يبقى بيتر إن أنا ماخدوش في الحامل ولا اللي بترضع.
افويدد كومبليتلي كونترا اندكيتد في الحامل تراتوجينيك. طيب عايز اقول لك على حته اكسكريتد في الميلك تيشر لما تتخرج ان شاء الله وتبتدي تشتغل في السوق، في بعض الدكاتره بيدوه في اللي بترضع في الحمل، لا في الحمل كومبليتلي تراتوجينيك ممنوع ممنوع ممنوع، لكن في بعض الناس في الستات اللي بترضع بيدوه. في ناس قالت ان هو الليفل بتاعه في الملك ما بيبقاش عالي قوي لدرجه ان انا امنع الرضاعه، وفي ناس قالت انا ممكن ارضع طبيعي وصناعي مع بعض او اقلل الكونسنتريشن شويه. ما عليك تعرفه النهارده ان هو بيعدي الملك وهو كومبليت كونتر اندكيتد في الحمل عشان التراتوجينستي. خلاص ما علينا. طيب الميتابوليزم سلولي ان ليفر بالسيتوكروم بي 450 انزيم تو ان اكتف ميتابولايت. يبقى الميتابوليزم في الليفر حلو، بيشتغل في الليفر والميتابوليزم بتاعه في الليفر. مشكلته ان هو بالسي واي بي 450 ده، لان مشكله الانزيم ده انه في سايت اوف انتر اكشن كتيره بالانزيم اندكشن والانزيم انهبيشن. يبقى انا عندي نقطتين دلوقتي لما اجي هتكلم على دراج انتر اكشن هيهموني جدا، الهاي بلازما بروتين باوندنج بتاعه، وتاني نقطه الانزيم اندكشن والانزيم انهبيشن عشان هو ميتابوليزم بالسي واي بي 450. طيب ايه بقى الرسمه دي؟ دي هبتدي اتكلم عن ميكانيزم اكشن، بس انا حبيت تشوفها عشان تعلق في دماغك ان شاء الله. الاكشن بتاعه فين؟ على الليفر. بيمنع ايه؟ بيمنع تصنيع الفيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور اللي هم 2 و7 و9 و10. نحفظهم ازاي؟ 2 و7 9 اهو ادي التسعه، وبعد التسعه 10. 2 و7 و9 و10. فاكر كان اهم اتنين فيهم في الكواجوريشن ايه؟ 2 الثرومبين او اللي هو البروثرومبين اللي الاكتف فورم بتاعه اسمه ثرومبين، و10. فهو بيمنع مينلي الكواجوريشن فاكتور المسؤوله جامد جدا عن الثرومبوزس. يبقى 2 و7 و9 و10، والاكشن بتاعه فين؟ في الليفر. طيب تعالى اما نشوف كده بقى الفارماكو داينامكس بتاعته. ميكانيزم اوف اكشن، وارفرين انهبيتس الفيتامين كي ايبوكسايد ريتاكتيز انزيم ليدنج تو انهبيشن اوف هيباتيك سينثيز اوف فيتامين كي ديبندنت اكتيفيتنج كلوتين فاكتور 2 و7 و9 و10. فارماكولوجيكال اكشن، انتي كواجولانت ان فيفو اونلي ديكريز الهيباتيك سينثيز اوف بروتين سي وبروتين اس والرودنت سايت. ده معناه ايه بقى؟ هنا الميكانيزم اوف اكشن انه بيمنع تصنيع الفيتامين كي ديبندنت فاكتور اللي هم 2. يعني ايه فيتامين كي ديبندنت فاكتور؟ يعني تصنيعهم، ده اللي هنقوله في السلايدز اللي بعد كده بس عشان نخلص السلايد دي. تصنيعهم محتاج اكتف فيتامين كي، والوارفرين ده فيتامين كي انتاجونست بيمنع الاكتيفيشن اوف فيتامين كي. خلاص خلاه ان اكتف، لا هو نافع طبله ولا نافع طار، مش عارف يعمل تصنيع للاربعه فاكتورز اللي احنا اتفقنا عليهم دول، فبالتالي بيعمل انتي كواجريشن. خلي بالك بقى ان فيفو اونلي دي عشان هنعمل جدول في الاخر مقارنه كده ما بين الهيبارين وما بين الوارفرين. فاكر الهيبارين كنا بنقول شغال في الفيفو وفي الفيترو، في الفيفو ده جوه الجسم وفي الفيترو في العينات. لو انا ساحبه عينه دم، لو انا حاطه بلاد ساحبه بلاد عشان عينه في بنوك الدم، كان فيفو وفيترو، ده فيفو بس. طيب تاني نقطة، ديكريز الهيباتيك سينسز او بروتين سي اند بروتين اس، دول ناتشرال انتي كواجولانت كانوا متصنعين في الجسم. طبعا دي مشكله، بس هو الاكشن بتاعه كافي، الانهبيشن على 2 وعلى 10 بيخليه كافي كانتي كواجولانت، لكن في الطريق انهبيت ناتشرال انتي كواجولانت موجودين جوه الجسم. طيب دول جايين منين؟ جايين لانهم بيحتاجوا الفيتامين كي برضو في تصنيعهم، فبالتالي في السكه بيضربهم غصب عنه. رودنت سايد ده حاجات زي المبيدات الحشريه، زي المبيدات بتاعه الرودنت القوارض يعني. يبقى الاكشن بتاعه ثلاث حاجات، هو انتي كواجلانت في الفيفو بس جوه الجسم، وده فرق ما بينه وما بين الهيبارين. في السكه بيديكريز السنسز اوف بروتين سي وبروتين اس ورودنت سايد. طيب تعال نشوف بقى الرسمه دي عباره عن ايه. ده دور الفيتامين كي في الاكتيفيشن اوف كلوتنج فاكتور اللي هم مين؟ مش كلهم، 2 و7 و9 و10. طيب المفروض ان الان اكتف بريكرسرز اللي هم ال 2 و7 و9 و10 دول محتاجين اكتيفيشن، مش احنا متفقين ان هم عشان يبقوا اكتف ويشتغلوا ويتصنعوا اصلا من البدايه محتاجين اكتيفيشن بفيتامين كي، فهما بيبقوا ان اكتف لحد ما يحصل لهم اكتيفيشن الاولاني بفيتامين كي، وبعد كده الاكتيفيشن التاني لما يشتغلوا. ماليش دعوه بقى دلوقتي، انا بتكلم على تصنيعهم. ففي تصنيعهم عشان يبقوا جاهزين ويخرجوا للدم من الليفر، محتاجين في التصنيع بتاعهم وتحويلهم من مواد عاديه لكلوتنج فاكتور محتاجين الفيتامين كي. محتاجين الفيتامين كي يبقى ريديوسد فورم، وبعدين يدخل يعمل لهم اكتيفيشن ويخرج اوكسيدايزد. طيب هما محتاجين الفيتامين كي ده ريديوست عشان يرجع تاني يتاكتف ويبقى ينفع يعمل لهم اكتيفيشن، محتاج انزيم هنا اسمه ايبوكسايد ريدكتيز انزيم. ايبوكسايد ريدكتيز انزيم هو ده الانزيم اللي انهبيتد بالوارفرين. تاني
ادي الانكتيف كلوتنج فاكتور، وهما 2 و7 و9 و10، شوفوا في السكه بروتين اس وبروتين سي كمان، دول بيبقوا انكتيف. الاكتيفيشن بتاعهم بيحصل في الليفر، بيحتاجوا فيتامين كي في اكتيف فورم ويتحول الى انكتيف، وبعد كده ياكتيفهم هم، بيضحي بنفسه الفيتامين كي، بيضحي بنفسه ياكتيف هذه الفاكتور عشان يبقوا اكتيفيتد ويبقى انكتيف. طب ويرجع تاني اكتيفيتد ازاي عشان يخش تاني في تصنيع انزيمز تانيه بانزيم اسمه فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. فيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز ده هو اللي بيتضرب بالوارفرين. طب لما هيضرب الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز ده هيعمل ايه؟ مش هيبقى عندي في اكتيف فور، هيفضل الفيتامين كي ان اكتيف، يبقى مفيش اكتيفيشن للفاكتورز دي، يبقى كانها مش موجوده في السيركليشن. طيب دي رسمه تانيه اهي بتوضح نفس القصه، ادي الفيتامين كي لازم يحصل له اكتيفيشن عشان يدخل مع البريكيرسوس بتاع ده البروثرومبين اللي هو فاكتور 2، بس هو بيعمل كل ده في 2 و7 و9 و10. محتاجين عشان يحصل لهم اكتيفيشن محتاجين الفيتامين كي يبقى اكتيف ويخرجوا هم اكتيف، ويدخل الفيتامين كي يخرج الفيتامين كي ان اكتيف. عشان يحصل له اكتيفيشن تاني ويرجع اعرف استخدمه يبقى اكتيف فورم، محتاج الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز انزيمز اللي بيشتغل عليه وارفرين ويعمل له بلوك. دي رسمة تسهيلية خالص، ان الفيتامين كي في الليفر كان بيعمل اكتيفيشن للاربعة فاكتور دول، الوارفرين يخش يعمل بلوك للفيتامين كي، مش هيعرف يعمل اكتيفيشن. هذا البلوك للفيتامين كي عن طريق ايه؟ عن طريق انهبيشن الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز. طيب الرسمة دي لطيفة قوي عجبتني، هي فيها خطأ واحد بس اللي هو فاكتور 1، لا هو مش فاكتور 1 بس اللي عجبني الكوميك ده، ان هو عبارة عن ايه؟ ده واحد اهو بيقول as long as I am in the neighborhood with vitamin K wouldn't able to play، طالما انا جاره ماسكه يعني ومعبط عليه مش هيعرف يلعب. هو ده بقى مين بقى؟ ده مستر كومادين. الكومادين ده اللي هو ايه؟ الوارفرين. ده الوارفرين اسمه في السوق بيتباع باسم ماريفان وكومادين، الاثنين اسمين صح. فهو المستر كومادين ده اللي هو الوارفرين ماسك في الفيتامين كي، بص معبط عليه ومحوشه، فدول جايين يلعبوا معايا. مين اللي بيلعبوا معاه بقى؟ فاكتور 2 و7 وده 9 و10، عايزين يلعبوا معايا. بيقولوا له مستر كومادين كان فيتامين كي كام تو اور هاوس وي كانت ميك كلوتس وزاوت هيم، ما نقدرش نعمل كلوت الا في وجوده عشان هو اللي بيأكتفنا. اوكي، مين بقى اللي بيتفرج عليهم؟ البي تي والاي ان ار، دول اللي هم بقى الميجرنج بتاع الاكشن بتاع الوارفرين زي ما هنعرف بعد كده. يبقى هو طول ما هو الوارفرين ماسك في الفيتامين كي عامل له ان اكتيفيشن، مقعده جنبه مش عارف يتنطط ويلعب، ودول محتاجينه اللي هو 2 و7 و9 و10 فمش عارف يشتغل معاهم. طيب ادي الميكانيزم اوف اكشن، تعالى نقراها تاني وكده ونشوف وضحت ولا لا. ميكانيزم اوف اكشن، وارفرين انهبيت الفيتامين كي ايبوكسايد ريدكتيز انزيم، دي اهم ميكانيزم. ايه اهميه الانزيم ده؟ بيعمل اكتيفيشن فيتامين كي عشان يصنع دول، وبالتالي انهبت الاكتيفيشن يبقى انهبت السنسز اوف ذيز فيتامين كي ديبندنت فاكتورز. طيب ايه هي بقى الثيرابيوتيك يوزس؟ بيستخدم في ايه؟ فاكر انا لسه قايله لك من شويه ان بقول لك ان انا دايما ببدا في العيان اللي عنده ثرومبوز لاي سبب من كل الاسباب اللي قلناها مع الهبارين، ببدا الهبارين من اول يوم والهبارين بيشتغل على طول، وببدا معاه الوارفرين في نفس اليوم او بعده بساعات بسيطه، على ما الوارفرين اتاكد ان انا لما بقيسه في الدم انه اشتغل خلاص بوقف الهبارين. يعني بيفضلوا الاثنين ماشيين مع بعض لحد ما يشتغل الوارفرين بوقف الهبارين. عشان كده كل الثيرابيوتيك يوزز هتلاقيها هي بتاعه الهبارين. تريتمنت اوف ثرومبو امبوليك ديزيزز زي هبارين، كنا فاكر هبارين كنا بنقول فيه تريتمنت وفيه بروفلاكسس، ففي التريتمنت كل الثرومبو امبوليك ديزيزز والبروفلاكس عشان امنع الثرومبو امبوليزم او امنع كومبليكيشن اوف سيرجري، العيان قلت لك اللي هيبقى قاعد فتره طويله وانا خايف يحصل له تجلط. طيب اهي رسمه توضيحيه شويه كده، وات كونديشن كان وارفرين هيلب؟ فاكرين الفينس ثرومبوزس؟ الدي فينس ثرومبوزس. فاكرين البلمونري امبوليزم؟ فاكرين الستروك الثرومبو امبوليك ستروك والحاجات بتاعه البرين؟ كل الحاجات اللي في الهبارين بيستخدم فيها اقدر استخدم فيها الايه؟ الوارفرين. طيب ايه هي الادفيرس افكت؟ فاكر برضو لما قلنا ان كل هذه المجموعه سواء كانت الانتي بليتلت او الانتي كواجلانت او الفايبرينوليتك كل الادفيرس افكت بتاعها رقم واحد مش اتنين، بليدنج. هذا الانسان ممكن ينزف في اي لحظه لان انت بتعمل له ديكريز في الكواجيوليشن، فاول ادفيرس افكت بليدنج اهو، شو ينزف من اي حته. ايزي بروسنج، بروزنج اللي هو ايه؟ تلاقي العيان فيه بقع زرقاء كده في جسمه، اللي بياخد الوارفرين ده معرض جدا لاي خبطه، لو اتكيت عليه لو هو اتك على ايده كده حتى فتره طويله او خبطه صغننه جدا ممكن تعمل لي الايزلي بروزنج ده، يتحط بقع زرقاء كده في الجسم. بليدنج جامز لما يجي يغسل سنانه اكتر شكوى منها يقول لك ده بينزل من الجام، من نوز، ممكن ينزف من النوز من خبطه بسيطه جدا او حتى من غير خبطات. بليدنج من اي حته زي مثلا انكريز المنستري والبلاد فلو، العيانه لا قدر الله الست اللي بتاخد وارفرين وعندها منستريشن ممكن يزيد الايه؟ المنستري والبلاد فلو. طيب في الحاله دي
دي لو زاد عن اللزوم بقى، لو هو بليدنج قليل ممكن يقف، لكن لو هو بليدنج كتير وزايد عن اللزوم انا اعمل ايه؟ اول حاجه اعملها اوقف الدواء. قال لا، طب ما انت لو وقفت الدواء مش هيشتغل على طول، مش هيقف على طول، ده لسه تي هاف على ما يتكسر هو 63 ساعه، وعلى ما يبتدي الليفر يصنع تاني، ده قدامي وقت. فالتريتمنت يقف وادي فيتامين كي على طول. الله، طب فيتامين كي ليه؟ عشان الفيتامين كي هياخد الليفر اكتف يشتغل على طول. فيتامين كي اللي انا بديهوله بديهوله فيتامين كي اكتف، ياخد الليفر ويصنع فوري الكواجيوليشن فاكتور. يبقى اوقف الدواء وادي فيتامين كي. ان سيفير بليدنج ده الفيتامين كي برضو بس مي بي انترافينس، وممكن احتاج فريش بلاد ترانسفيوجن. ليه بقى فريش بلاد ترانسفيوجن؟ فريش مهمه جدا كلمه فريش دي، عشان يبقى مليان كواجيوليشن فاكتور. انت لو خدت بلاد قديم متخزن عندك ممكن تكون الكلوتنج فاكتور اتكسرت، لكن لما تدي فريش بلاد يبقى الكلوتنج فاكتور لسه موجوده. يبقى عشان اوقف البليدنج في العادي اوقف الدواء وادي فيتامين كي. طب البليدنج سيفير انترافينس فيتامين كي وفريش بلاد ترانسفيوجن، قلنا كلمه فريش دي مهمه قوي. طيب ايه كمان الادفيرس افكت؟ من رحمه ربنا كتير ان الادفيرس افكت بتاعه، لان الناس اللي بتاخد الوارفرين ممكن تاخده فور لايف. في ناس كتير جدا من اللي عندهم مشاكل متكرره ممكن يضطروا ياخدوا الوارفرين ده فور لايف، طول عمره يفضل ياخد الوارفرين. فبالتالي من رحمه ربنا ان الادفيرس افكت بتاعته مش كتيره او مش سيريس قوي يعني. طبعا من اهم الحاجات اللي بيعملها جي اي تي ديستربنس انوركسيا وفوميتنج، ممكن يعمل انوركسيا ويعمل فوميتنج. هايبر سنسيتيفيتي ده اكسيدنتال في ناس كتير جدا، ودرجز كتيره جدا ممكن تعملها. تيراتو جينيك اهو، ممنوع 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 في الست الحامل. دي كمان مهمه بقى جدا جدا جدا، لما تيجي تدي الوارفرين للعيان لازم انبه عليه، نيفر تو ستوب سادن، اوعى توقفه فجاه. ممكن وقفه فجاه دي، وقفه فجاه دي تعمل لي ريباوند ثرومبو امبوليك مانيفستيشن، ثرومبس على طول ممكن يجلط في اي حته وفي اي ناحيه، وده يبقى مشكله كبيره جدا. يبقى السادن ستوب كونترا انديكيتد. على فكره في ادويه برضو سمعتها قبل كده في المنهج كونترا انديكيتد الايه السادن ستوب بتاعها، كان منها برضو كلونيدين لو فاكرين. ما علينا، يبقى ده من الحاجات اللي نيفر سادن ستوب. طيب كونترا انديكيشن سيميلر للهيبارين، ما هو نفس الاكشن بتاعه بالظبط، نفس الفكره بس الميكانيزم اوف اكشن هي المختلفه. يعني النتيجه واحده، انه بيعمل لي ديكريز الكواجيليشن، ونفس الكواجيليشن فاكتور كمان 2 و7 و9 و10، لكن الميكانيزم هي مختلفه، واحد بيمنع الاكشن واحد بيمنع السنسز. فالاكشن فالاستخدام واحد والكونترا انديكيشن كمان واحد، لانهم بيعملوا بليدنج ما عدا الاتش اي تي. فاكر الاتش اي تي دي اللي هي الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، الهيبارين يعمل انتي بودي اجينست بلاتلت، يا يكسرها يا يجمعها. الانتي بودي دي كانت موجوده عشان الهيبارين ومسكته على بلاتلت، هنا بقى مش موجوده في الوارفرين خالص، ملوش دعوه بيها. فبالتالي العين اللي هيحصل عنده اتش اي تي ما استخدمش فيه الهيبارين هاي ولو مولوكيولار ويت، لكن ممكن اديله الوارفرين. طيب الدوز بتاعه الجرعه، فاكر لما احنا لسه قايله لك ان الجرعه من 2 ل 10 مللي جرام في اليوم؟ ايوه، وعشان كده الراس اللي انت شفت شكلها بعمل بيها الجرعه دي. ايوه، طب ايه الانيشال اورال دوز 10 مللي جرام لمده يومين؟ مش انا قلت لك ان انا ببداه مع الهيبارين على ما يشتغل، فبدي الجرعه القصوى بحيث ان هو على ما يشتغل ابتدي اظبط انا الجرعه اللي انا ايه هستخدمها. فهو انا ببدا ب 10 مللي جرام لمده يومين اتنين بس، وبعد كده لما بقيس بقى الليفل بتاعه، وهقول لك حالا اهو بقيس الليفل بتاعه ازاي، بعمل مينتنس ب 2 ل 10 مللي جرام في اليوم. كنترول الدوز باي بي تي اللي هو بروثرومبين تايم، فاكرين لما كنا بنقول عندي بي تي وبي تي تي؟ بي تي تي ده اللي هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم، ده كان بتاع الهيبارين، وهنا البي تي اللي هو البروثرومبين تايم. برولونجد اب تو 2 تايمز، النورمال من 12 ل 15 ثانيه. ايه الكلام ده بقى؟ المفروض البروثرومبين تايم ده الطبيعي بتاعه لما اقيسه، بقيسه ازاي ما اعرفش، دي مشكله المايكرو، بقيسه بطريقه معينه يعني يطلع من 12 ل 15 ثانيه، ده الطبيعي في اي انسان فينا. ده كده مع الهيبارين مع الوارفرين ما يدينيش افكت، مش شغال كده، معناه انه مش شغال. لازم يبقى دبل التايم ده، يبقى دبل، يتدبل يبقى الضعف، يبقى ب 24 ل 30 ثانيه. ليه؟ عشان اقدر اقول ان الدم ما بيتجلطش بسهوله، يبقى انا عملت انتي كواجلانت افكت. طب وليه دبل مش تريبل مش تلاتة مش أربعة مش عشرة؟ عشان ما اخشش في بليدنج. ده الليفل المتظبط اللي بيبقى عندي فيه فول انتي كو اجلنت وزود ادفيرس افكت. خلاص، يبقى الكنترول ذا دوز، وده مهم جدا جدا جدا، ويجي ام سي كيو طبعا ان شاء الله. البروثرومبين تايم دبل برولونجد دبل دبل النورمال، مرتين النورمال مش تلاتة مش أربعة، مرتين بس، عشان اعمل فول انتي كو اجلنت وما يدينيش ادفيرس افكت. طيب البي تي ده ناو دلوقتي لما بيجي يقيس بيدي البي تي ويدي حاجه اسمها الاي ان ار، والاي ان ار دي افضل دلوقتي كمان من البي تي. ليه؟ هي ايه الاي ان ار دي؟ الاول اسمها انترناشونال نورماليزد ريشيو،
وهي عبارة عن prothrombin time of patient على standard prothrombin time. دلوقتي اما كانوا بيقيسوا البي تي بيختلف من معمل لمعمل على حسب الكيتس، مش انت بتقيس الحاجات اللي انت بتقيسها في الدم، سواء كان الهيبارين، سواء اسفه كان الهيموجلوبين، الكرياتينين، اي حاجه بتقيسها بيبقى بكيتس في المعامل، بيشتري كيتس ماده عشان تعمل ديتكشن للحاجه دي في الدم. فالبي تي بيختلف من معمل لمعمل، ولو انت مثلا عملت بي تي في مصر وسافرت بره ومعاك البي تي بتاعك ما اقدرش اعتد بيه، لازم اقيسه تاني. فعشان يعملوا حاجه انترناشونال، يعني حاجه تمشي بيها تقول الليفل بتاعي كذا، اروح طنطا، اروح المنصوره، اروح اسوان، يبقى الاي ان ار واحده، اسافر بره يبقى الاي ان قيمه واحده، عملوا الانترناشونال نورمالايزد ريشيو. دي حاجات كده جداول بقى وحاجات، واشتغلوا وعملوا لحد ما طلعوا ان دي تنفع. هي عباره عن ايه؟ عباره عن البروثرومبين تايم بتاع البيشنت اللي انت قايسه على بروثرومبين تايم بتاع الريفرنس بتاعك بالكيتس. يبقى هي بروثرومبين تايم اوف ذا بيشنت على بروثرومبين تايم اوف نورمال بول سامبل على العيان النورمال، وطلعت ريشيو انترناشونال نورمالايزد ريشيو. خلاص، يبقى اللي يهمك انت، انت فهمت دلوقتي جايه منين والقصه ازاي. اللي يهمك دلوقتي بقيس الهيبارين ازاي، بقيس الوارفرين ازاي، بالبي تي اللي هو البروثرومبين تايم، يبقى دبل النورمال. طيب ايه تاني افضل من البي تي؟ الاي ان ار. هي ايه الاي ان ار دي؟ بروثرومبين تايم اوف ذا بيشنت على اوفر ذا بروثرومبين تايم اوف ذا نورمال بول سامبل، او على الستاندرد بروثرومبين. ماشي ماشي، دي كده كرتون ظريف قوي قابلني عشان تحفظها. يعني الهيبارين 7 حروف، يبقى البي تي تي معاه 3 عشان يبقوا 10. الكومادين اللي هو الوارفرين 8 حروف، يبقى محتاج حرفين بس عشان يبقوا 10، يبقى بي تي بس، يبقى ده بي تي تي وده بي تي. عجبتني شويه يعني. طيب الانتيدوت بتاعه انا لسه قايله لك، فاكر لما قلنا لو زاد البليدنج معايا بقوم عامله ايه؟ ستوب ذا دراج ودي. ها صح، برافو. فيتامين كي. طب لو سيفير بليدنج بدي فيتامين كي انترافينوس وبدي فريش بلاد ترانسفيوجن. كلمه فريش فيري فيري امبورتنت، فهنا برضو الانتيدوت بتاعه اهو فيتامين كي 50 ل 100 مللي جرام انترافينوس. طب ليه فيتامين كي؟ اشمعنى فيتامين كي؟ ايوه، لان هو كل الميكانيزم اوف اكشن بتاعه انه بيوقف الاكتيفيشن اوف فيتامين كي، انا هضد وادي له اكتف فيتامين كي ومعاها بلاد ترانسفيوجن عشان يبقى فيه كلوتنج فاكتور، وبس البلاد يكون ايه؟ فريش، عشان يبقى فيه الكواجيليشن فاكتور. طيب اذر انتي كواجلانت سيميلر تو وارفرين. اثر انتي كواجلانت سيميلر تو وارفرين ده دايكيومارول. دايكيومارول ده سينثيتك، كومارين ديريفاتيف برضو، لان تقريبا ما عندناش في المجموعه دي الا الوارفرين، فبداوا يدوروا على حاجات تانية يصنعوها، هيبقى في كذا دواء، فكان الدايكيومارول ده من الحاجات السينثيتك، لكن وجدوا فيها كذا ديس ادفانتجز. ايه بقى دي؟ ان هو ويكر، ويكر، شوف ويكر قد ايه، 41 مره اضعف من الوارفرين، 41 مره. توكسيك زان وارفرين، نوت سيوتابل فور برولونجد يوز، عشان كده تقريبا مش هتقابل حد بيستخدمه اصلا. يبقى هو بس تبقى عارف ان الدايكيومارول ده ايه، ده عباره عن وارفرين زي الوارفرين بالظبط، بنفس الميكانيزم، بنفس الكاينتيك، بنفس كل حاجه، ولكنه ويكر، توكسيك، نوت سيوتابل فور لونج تيرم يوز. طيب الدراج انتر اكشن اوف وارفرين، سؤال مهم جدا 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 جدا. ليه سؤال مهم؟ علشان احنا لسه متفقين ان الوارفرين ده من الحاجات اللي له ثيرابيوتيك اندكس، اي تغير في الدوز لو قلت ممكن العيان يرجع يتجلط تاني، طب لو زادت ممكن ينزف العيان. مينيمال تشينج في الدوز يؤدي الى مينيمال يؤدي الى ادفيرس افكت على طول، وبالتالي الدراج انتر اكشن بتاعته مهمه جدا. عشان كده مش فيش ادويه كتيره جدا في المنهج هتاخد الانتر اكشن بتاعتها بالتفصيل، هتاخد انتر اكشن ان جنرال لانها رير، لان الدواء وايد ثيرابيوتيك اندكس، فبالتالي تغير الجرعات زادت شويه قلت شويه مش هتفرق معايا، بالعكس في ادويه لو زادت الجرعه فيها مصلحه، لكن هنا لو ثيرابيوتيك اندكس دراج، دواء خطر، دانجرس دراج، فبالتالي اي تشينج في الدوز ممكن يديني ادفيرس افكت رهيب، سواء كان ديكريز الافكت ويجلط العيان تاني رغم انه ماشي على انتي كواجلانت، او يزيد منك الدوز ويقلب ببليدنج. فبالتالي الدراج انتراكشن بتاعه الوارفرين من اهم الدراج انتراكشن في المنهج كله وفي الفارما كلها. ففي حاجات هتزود الانتي كواجلانت افكت بتاع الوارفرين، ودي ممكن تزود البليدنج،
وفي حاجات هتقلل الانتي كواجولانت افكت بتاعت الوارفرين وكده يبقى العيان كانه ما بياخدش حاجه وتزود الكواجوليشن. وفي بقى دي مهمه جدا برضو جدا 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 جدا، لان العيان اللي بياخد الوارفرين ده اول سؤال هيسالك طب ايه الحاجات المسموح اخدها، ايه هي السيف دراجز ويز وارفرين. طيب هنبدا الاول بالحاجات اللي بتزود الوارفرين انتي كواجولانت افكت، وطالما بتزود الوارفرين انتي كواجولانت افكت يبقى انا مضطر اقلل الدوز بتاعت الوارفرين معاها عشان امنع البليدنج. طيب برود سبيكترم انتي ميكروبيال، كل البرود سبيكترم انتي ميكروبيال اللي هي قويه جدا، ليه بقى؟ زي التترا سايكلين والكيفالوسبورين او السيفالوسبورين ايا كان، يبقى التترا سايكلين والكيفالوسبورين ليه؟ عشان بيأثروا على الانتستاينال فلورا، دول انتي بايوتيك قويه جدا لما بتتاخد بتعمل كيلينج الانتستاينال فلورا. طب ايه الانتستاينال فلورا دي لازمتها ايه؟ عندي الفيتامين كي بيتصنع في الجسم من حتتين، يا اما المفروض ان الفيتامين كي بيتصنع بيجي في الجسم من 3 حتت، من الاكل، جزء ابزوربت، وجزء اكتيفيتد في الليفر، وجزء بتصنعه الانتستاينال فلورا في الانتستين ويمتص. طب لما اخد برود سبيكترم انتي بايوتيك هتقتل الانتستاينال فلورا، يبقى ادي جزء من الفيتامين كي اللي كان بيدخل الجسم اصلا اوريدي ما دخلش، اتمنع تصنيعه، وبالتالي كاني بوتنشيت الافكت بتاع الوارفري. يبقى خلي بالك دول ما يتاخدوش معاه، ولو اتاخدوا هتقيس بي تي كل شويه عشان تتاكد من الليفل بتاعه، بس بيتر افويدد. طيب يبقى اهم حاجه تعرفها البرود سبيكترال انتي ميكروبيال او الانتي بايوتكس ليه، علشان هي بتمنع سنسز فيتامين كي، عشان بتقتل الانستان الفلورا اللي كان بيساعد في جزء بتصنيع الفيتامين كي. ليكويد بارافين، الليكويد بارافين ده في بعض اللاكستيفز اللي هي الحاجات اللي بتستخدم لتسهيل الديفيكيشن اللي هي الملينات، بيدخل فيها الليكويد بارافين ده بيعمل ايه؟ مشكلته انهبيت الابزوربشن اوف فيتامين كي، لان هو فات سوليبل فيتامينز، فبالتالي ده بيمنع الابزوربشن بتاعها، الاي والاي والدي والكي دول ايه؟ فات سوليبل فيتامينز، يبقى الليكويد بارافين انهبيت الابزوربشن بتاعه. سام ممبرز اوف كيفالوسبورين زي السيفوبرازون والسيفامندول والسيفاكلور انهبيت الري اكتيفيشن اوف فيتامين كي اوكسيد ريدكتيز في الليفر، يبقى دول كانهم بيشتغلوا بنفس الميكانيزم بتاع الوارفرين بالظبط، انهم بيشتغلوا على الفيتامين كي اوكسيد ريدكتيز في الليفر، يبقى كل ده بوتنشيت الاكشن اوف وارفرين. اهي دي الانتستاينال فلورا اهي اللي كانت بتساعدني في جزء من تصنيع الفيتامين كي، لما اعمل عليها انهبيشن هتبوتنشيت الاكشن اوف وارفرين. طيب displacement of plasma protein bounding، فاكر لما انا كنت بقول لك ان الابزوربشن بتاعه الديستريبيوشن بتاعه فيه ادفيرس افكت كتيره جدا عشان البلازما بروتين باوندنج، لان هو هاي بلازما بروتين باوندنج، في اي حاجه هتزيد عنه في البلازما بروتين باوندنج هتديني مشكله. زي ايه بقى؟ زي الفينايل بيوتازون والسلفونامايد والاندوميثاسين والاسبرين والكلوفايبريتس، لو تاخد بالك كده ان معظمهم نون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز، معظمهم عيله الاسبرين ومعاهم الكلوفايبريت ده. الكلوفايبريت ده دواء بتاع الهايبر ليبيديميا، العيان اللي عنده الدهون عاليه في الدم بياخد دواء اسمه كلوفايبريت. طيب ايه مشكلتهم؟ اكيد ان هم هاي بلازما بروتين باوندنج، اعلى من ال 96 بتاعه الوارفرين، فهيزيحوه من البلازما بروتين باوندنج، يبقى هو اكتف في الدم وهم يقعدوا مكانه على البلازما بروتين باوندنج. ده مش بس كده، كمان ده الاسبرين والكلوفايبريتس لهم ميكانيزم زياده كمان. الاسبرين لو فاكر ان هو كان له انتي بليتلت افكت، يبقى بيديني حاجتين اتنين، انتي بليتلت وديسبليس الوارفرين على البايندنج سايت، وبالتالي يديني ساينرجستيك افكت، لان هو بيديني هايبوبروثرومبينيميا يعني انهبيت البليتلت اجريجيشن. طيب الكلوفايبريتس هاز انتي بليتلت اجريجيشن افكت اند انزايم انهبيتور، شوفوا كمان ده بيضرب بثلاث حاجات بقى، يبقى ده انهبيت او ديسبليس من البلازما بروتين باوندنج، وبيزود البليتلت انهبيت البليتلت اجريجيشن، يبقى ده كده زياده في الاكشن كانه انتي بليتلت كمان، وانزيم انهبيتور، انزيم انهبيتور في الليفر، يبقى هيمنع تكسير الوارفرين، يبقى هيزود الافكت بتاعه. يبقى ده انتر اكت الكلوفايبريد ده انتر اكت مع الوارفرين بثلاث حاجات، اهمهم طبعا بلازما بروتين باوندنج، الاسبرين انتر اكت مع الوارفرين بحاجتين، البليت انهبيت البليتلت اجريجيشن والبلازما بروتين باوندنج ديسبيسمنت. طيب كل الانزيم انهبيتور، انا قلت لك عندي مشكله ان هو الميتابوليزم بتاعه بايه؟ بالسي واي بي 450، فبالتالي طالما الميتابوليزم بالسي واي بي 450 يبقى كل الحاجات اللي بتعمل انهبيشن على السي واي بي 450 هتزود الايه؟ الاكشن بتاعه وهتديني مشكله. زي ايه؟ انت ان شاء الله حافظهم واخدتهم تقريبا كلهم، سايمتيدين، الوبرينول، كلورامفينيكول، سيبروفلوكساسين، اريثرومايسين، سلفونامايد، مترونيدازول، انت ازول انتي فانجلز. الوحيد تقريبا اللي ما خدتوش السايمتيدين لانه اتش 2 بلوكر بيستخدم في البيبتيك ألسر. طيب بس انت عرفته كانزيم انهبيتور. دراجز ذات انهبيت البليتلت اجريجيشن، احنا لسه قايلين الاسبرين والكلوفايبريتس ومعظم النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز.
ديزيز زي الليفر ديزيز والهايبر ثايروديزم. الليفر ديزيز طبعا انت فاهمها، الهايبر ثايروديزم اللي هي الغده بتاعت الثايرويد اللي هي الغده الدرقيه اللي في الرقبه دي، لما يزيد الافراز بتاعها اسمه هايبر ثايروديزم. طب ليه في الليفر ديزيز؟ تعال اقول لك. الليفر بيصنع الانتي كواجلانت، سي مثلا بيصنع 20، انا هديك مثال رقمي لكن مش الحقيقه يعني بس عشان تفهمها. الليفر بيصنع 20، الوارفرين كان انهبت منها 10، يقوم يدبل بس البي تي، انا مش عايزاها اكتر من دبل، يقوم انهبت 10 يظبطك كده ماشي مظبوط. طب لو الليفر ديزيز ده اصلا الليفر اوريدي هيصنع 8 هيصنع 10، يبقى هو كده يجي الوارفرين يعمل لهم انهبيشن يبقى يديني ماركت افكت بليدنج فظيع جدا، يبقى في الليفر ديزيز يبقى كان الافكت زاد. طب والهايبر ثايروديزم؟ الهايبر ثايروديزم التي 3 والتي 4 اللي هم الثايروكسين اللي هو الثايرويد انزيم بيزود الميتابوليزم في الخلايا بتاعت الجسم كلها. طيب الهايبر ثايروديزم ده يعمل ايه؟ يزود الميتابوليك ريت، يزود تكسير الفيتامين كي، مش الدواء، الميتابوليزم بتاع الجسم مش الدواء، فبيزود الميتابوليزم بتاع الفيتامين كي، يبقى بيكسر فيتامين كي، يبقى ده بوتنشيات الاكشن بتاع الوارفرين. طيب دراجز ذات ديكريز الانتي كواجولانت افكت اوف وارفرين اللي هتقلل بقى الانتي كواجوليشن افكت، وبالتالي محتاج انا ازود الدوز معاها عشان ما ارجعش ثرومبوزس تاني. increase the vitamin K intake in green leafy vegetables. السورسز اللي هي غنية بالفيتامين K، ما هو كده هتبقى كده كأنك ما عملتش حاجة، انت بتديله فيتامين K antagonist وبتديله فيتامين K كتير من الأكل. مش أنا لسه قايلة لك الفيتامين K ده من تلات مصادر، بيجي من الأكل ومن انستاينال فلورا وفي جزء بيتأكتف في الليفر. طيب يبقى انت كده هتزود الأكل، يبقى انت زودت الفيتامين K، يبقى هيعمل انهبيشن على العشرة بس الجسم هيخش له 80 50، يبقى انا ما استفدتش. عشان كده اقول لك العين ده بيتظبط ازاي، انت تبقى حافظها بس كده على مستواك دلوقتي، ان زياده الانتيك اوف فيتامين كي ده فيه مشكله بيقلل الافكت بتاعت الوارفرين. وموجود فين الفيتامين كي؟ موجود في الحاجات الخضراء، الاوراق الخضراء الجرين ليفي فيجيتابلز، يعني ايه؟ زي الخس، الجرجير، الملوخيه. دايما المشكله يقول لك معاه في طبق السلطه. طب عشان انا اتجنب ده اقول للعيان ما ياكلوش؟ لا، هقول لك بيتعمل ايه. بخلي العيان انا بديله المفروض ان الوارفرين، وبعد اسبوع بقيس البي تي عشان اشوف الليفل بتاعه اتظبط ازاي او الاي ان ار. فببتدي العيان اقول له كل عادي الاكل بتاعك، يعني انت لو بتاكل طبق سلطه متوسط في اليوم كل الطبق ده، واجي بعد الاسبوع اقيس البي تي، لو اتظبط خلاص يبقى هتمشي حياتك على كده، هو الطبق الصغير ده. طب ما اتظبطش ممكن ازود الجرعه بتاعه الورفرين لحد ما يظبط معايا، بس يبقى ماشي عارف الليفل بتاعه قد ايه اللي بيستخدمه. عشان كده اقول لك العيان ده بلاش رابيد تشينج او ماركت تشينج في الكومبوزيشن اوف فود، هي دي المشكله. لكن لو انا ظبطته على الكميه العاديه اللي بياخدها مفيش مشكله، ايا إن كان انسى الحته دي، انا اهم حاجه عندي تعرف ان الانتاجونيزم بتاعه او ديكريز الافكت بتاعه بيجي باكسس فيتامين كي انتيك، موجود فين الفيتامين كي كده كتير في الجرين ليفي فيجيتابلز. طيب ديكريز الابزوربشن اوف وارفرين، ايه الحاجات اللي بتاثر على امتصاص الوارفرين؟ احنا قلنا الابزوربشن بتاعه المفروض 100%، ايوه لسه في حاجات بتاثر على الابزوربشن بتاعه زي الكوليستيرامين، زي الانتاسيدز زي الالومنيوم هيدروكسيد جل، ده انتاسيدز في ما بيزيد الاتش سي ال، والسكر الفيت ده برضو في البيبتيك السر، دول بيأثروا على الابزوربشن بتاع الوارفرين. هيباتيك انزيم انديوسر هيكسروا الوارفرين لان هو الميتابوليزم بتاعه سي واي بي 450، فبالتالي اي انديوسر للسي واي بي 450 هيعمل ديستراكشن للانزيم، واحتاج ازود للوارفرين واحتاج ازود الدواء معاه. زي ايه؟ خدتهم انت وعارفهم، زي ريفامبسين، فينوباربيتون، كاربامازيبين، فينيتوين، اند نيكوتين سموكرز. الاستروجين اند كونتراسبتيف بيلز كونتيننج استروجين، ايه القصه دي؟ دي اللي هي حبوب منع الحمل، كونتراسبتيف بيلز اللي هي حبوب منع الحمل. انا عندي حبوب منع الحمل دي نوعين، فيها استروجين او فيها استروجين وبروجستيرون او فيها بروجستيرون بس، عارفين الهرمونات بتاع الفيميل، ففي حاجات فيها استروجين بس وفي حاجات فيها استروجين وبروجستيرون وفي حاجات فيها بروجستيرون بس. اي حاجه فيها استروجين سواء كانت استروجين بس او فيها استروجين وبروجستيرون، اي حاجه فيها استروجين، الاستروجين ده بيزود تصنيع الفيتامين كي ديبندنت كلوتنج فاكتور، مش بيزود تصنيع الفيتامين كي، بيزود تصنيع 2 و7 و9 و10، فبالتالي ديكريز الافكت بتاع الوارفرين، انتاجونايز الوارفرين لانه كمان بيقلل الانتي ثرومبين اللي هو ناتشورال انتي كواجولانت، فبالتالي انتاجونايز الوارفرين. دي حته مهمه جدا في الام سي كيو، عشان كده يجي يقول لك طب امال ايه السيف دراج بقى في الكونترسبشن؟ بروجسترون بس، عشان قلت لك ان في عندي استروجين او استروجين وبروجسترون او بروجسترون بس، كل اللي فيه بروجسترون بس هو اللي امن، لكن اي حاجه فيها استروجين سواء كان لوحده او مع حاجه تانية خلاص لا، لانه بيزود الكواجيليشن فاكتورز
فيتامين كي ديبندنت كواجولانت فاكتور وانتي ثرومبين افكت وديكريز السنسز اوف انتي ثرومبين اللي هو انتي كواجولانت. مش بيقلل الثرومبين، لو بيقلل الثرومبين يبقى ده كده انتي كواجولانت، لكن ده بيقلل الانتي كواجولانت اللي هو الايه الانتي ثرومبين، فاكرين؟ طيب ديزيزز ويز ديكريز الميتابوليك ريت، ده عكس التاني بقى الهايبوثايرويدزم، و لانه بيقلل الميتابوليزم اوف ذا ريدي فورمد كلوتنج فاكتور، مش هتتكسر، مش هناك كان بيكسر الفيتامين كي والكلوتنج فاكتور يقوم يزود الوارفرين افكت، هنا بقى بيمنع تكسيرها الهايبوثايرويدزم اللي هو ديكريز الثايروكسين انزيم. طيب انا بحاولت اعمل كده جدول، حاولت كده اعمل لكم جدول لعل وعسى يساعد حد في حفظ الجزء بتاع الدراج انتراكشن بتاعت الوارفرين، عشان هي مهمه جدا على فكره. فالدراج انتراكشن بتاع الوارفرين عملنا هي اللي بتزود الوارفرين افكت، وبالتالي محتاج اقلل الجرعه معاها، او اللي هتقلل الوارفرين افكت وبالتالي محتاج ان انا ازود الجرعه معاها. قسمتها لكم هنا كاينتيك ودايناميك، كاينتيك الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم، والابزوربشن اهي الحاجات اللي بتقلل الابزوربشن اوف فيتامين كي، يبقى كانها بتضاعف الوارفرين افكت. هنا العكس الحاجات اللي هتزود الابزوربشن اوف فيتامين كي اهي نفس اللي احنا قلناه. هنا الديستريبيوشن الحاجات اللي بتاثر على اللازم بروتين باوندنج، والحاجات اللي على الميتابوليزم الانزيم انهبيتور والانزيم انديوسر. الديناميك بقى اللي بتشتغل على الميكانيزم اوف اكشن اللي هي تشتغل على الفيتامين كي نفسه، وبالتالي اي حاجه هتنهبت الفيتامين كي هتبقى بتزود الافكت، اي حاجه هت انكريز السنسز اوف فيتامين كي يبقى هتقلل الافكت، دي هتمنع تصنيع الفيتامين كي، دي هتزود تصنيع الفيتامين كي زي الاستروجين والكونتراسبتيف بيلز. طيب من الحاجات برضو اللي بتزود الوارفرين افكت وبالتالي لازم اقلل الدوز معاها some members of كيفالوسبورين اللي هي انهبت الرياكتيفيشن اوف فيتامين كي اوكسايد في الليفر، كانها هي ماشيه بنفس الميكانيزم بتاعت الوارفرين. دراج انهبت البليتليت اجريجيشن زي الاسبرين والكلوفايبريت والنانستيرويد، كل دي دايناميك انها بتشتغل على الاكشن بتاعه، بتزود الاكشن بتاعه، مش بتشتغل على الكاينتيك. ديزيز زي الليفر والهايبرثايروديزم وقصادها الهايبوثايروديزم. طيب انت عمال تقول لي ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، مش تقول لي امال ايه اللي ينفع دلوقتي لو عيان ده عنده بين لاي كونديشن، عمال تقول لي نون ستيرويدال ما ينفعش، الاسبرين ما ينفعش، العيله بتاعته ما تنفعش، يبقى الافضل او مع الانتر اكشن وتقول لي ما تستخدمش ده، لازم تقول لي استخدم ايه. فمجموعه السيف دراج مع الوارفرين مهمه جدا جدا في دراج انتر اكشن بتاعت الوارفرين. انالجيسك زي الباراسيتامول، انتي ميكروبيال او انتي بايوتيك زي البنسلين، ده سيف، احنا بنتكلم دلوقتي على حاجات السيف. انتي كونفالزنت اللي هي في الكونفالشن في التشنجات، صوديوم فالبرويت والكلونازيبام ينفعوا. في الديس اريزميا اللي هو عدم انتظام الرزم بتاع القلب، ينفع ان انا اخد الليجنوكين والدايزوبيراميد والاتروبين. بروجستيرون كونتراسبتيف اونلي ار بريفيند مع الوارفرين، ابعد عن الاستروجين واي حاجه فيها استروجين خالص. طيب ده كومباريزن برضو كده انا حاولت اعملها لكم في الهيبارين والوارفرين، ممكن تتعملها كمان وتعمل حاجه اظبط واحسن من كده كمان. ده ميوكو بولي ساكارايد، ده كومارين دريفاتيف، انا اهم حاجه تهمني او تفيدني اكتر ان ده انيمال اورجن وده بلانت اورجن، ان ده انيمال اورجن وده بلانت اورجن. ده الاكشن على طول اميديت اكشن او بنسميه انستنت اكشن، اميديت يعني بيشتغل على طول، ده ديليد من 1 لـ 2 دايز واحنا فهمنا ليه. الاكشن بتاعه ممكن يقعد 4 ساعات، لا ممكن يقعد ايام، ده 62 ساعه تي هاف بتاعته. ده بيتاخد انترا ماسكولار وانترا فينس، ده بارنترال بس، ده بيتاخد اورال، حتى قلنا بنسميه اورال انتي كوجولانت دراج. على فكره الكومارين ده يعني الوارفرين برضو، يعني انا اقصد هنا الوارفرين يعني. اكت باي كومبايننج تو انتي ثرومبين 3 انكريزنج اتس افكتيفنس ان ريموفينج ثرومبين اند اذر كلوتينج فاكتورز، لا ده هنا بيشتغل عن طريق انهبيت الفيتامين كي في تصنيع 2 و7 و9 و10. هنا فيفو وفيترو، انا قلت ممكن استخدمه جوه الجسم او في العينات، هنا فيفو اونلي. هنا الانتيدوت بتاعه لو حصل زياده في جرعه الهيبارين بدي حاجه اسمها بروتامين سلفيت، هنا لو حصل زياده في الجرعه بدي فيتامين كي وفريش بلاد ترانسفيوجن. فريش بلاد ترانسفيوجن دي مهمه جدا. بقيه المقارنه ده المونيتورنج بتاعه بي تي تي، خدنا قلنا 3 حروف لكن ده البي تي. هنا ممكن استخدمه في البريجنانسي، هنا تراتوجينيك كونترا انديكيتد في الاتش اي تي، هنا نوت كونترا انديكيتد في الاتش اي تي، هنا ممكن استخدمه في الاتش اي تي الهيبارين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا. طيب تعال نشوف الاي ال او اس بقى بتاعتنا. طيب نشوف الاي ال او اس بتاعتنا اتحققت ولا لا. ديسكرايب ديفرنت اورال انتي كوجولانت دراجز، اتكلمنا عن الموجودين. ايدنتيفاي كاينيتيك دايناميك بروبرتيز اوف ذيس دراجز اند نوليدج اوف ذا فارماكولوجيكال اكشن. ريكوجنايز كلينيكال ابلكيشن، استخداماتهم زي الهيبارين زي ما قلنا. اكسبلين اندي ميمورايز ادفيرس افكت بتاعتهم، قلنا الادفيرس افكت بتاعتهم زي الهيبارين. ديفاين ذا سيف ثيرابيوتيك رينج تو افويد التوكسيسيتي اللي هي البي تي والاي ان ار. ادفانتج اند ديس ادفانتج اوف ايتش تايب، فرقنا ما بين الوارفرين والهيبارين. ريكوجنايز سيوتابل روت اوف ادمنستريشن، عرفنا ده بيتاخد ازاي وده بيتاخد ازاي، فان شاء الله ان احنا حققنا الاي ال او اس بتاعتنا.
الريفرنس اللي استخدمناها اهي دي الحاجات اللي استعنا بيها في عمل المحاضرة. انت لو عايز ممكن تاخد كوبي وبيست وتحطها على جوجل وتنزل معلومات زيادة لو انت حابب تتبحر شوية او تزود شوية في معلوماتك عن هذا الجزء. اتمنى ان شاء الله المحاضرة تكون فادتكم وتكونوا استفدتوا بيها وفهمتوها مع المحاضرة اللي فاتت، وان شاء الله بإذن الله نتقابل على خير في محاضرتنا واحنا كلنا بألف خير وجود لك بإذن الله. ثانك يو.